أريج رح نبدأ صباحنا لليوم وأولى محطاتنا مع عالم الألوان وطاقته وقدرته على منحنا الكثير من الشفاء بحياتنا اليومية ببساطة وأكيد بدون عناء. وبما أنه نحن على أبواب عيد الفصح المجيد رح نحكي أكثر عن طاقة الألوان المستخدمة بتزيين رموز عيد الفصح مع خبير الطاقة راني الخضري. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. سبت النور. شوفي على التسمية شو حلوة. يسعد صباحك. راني خلينا نبلش ونحكي بالبداية عن الألوان الثمانية اللي لها طاقة على أجسامنا وأجسادنا وحتى على تفكيرنا. سبع ألوان، ألوان الطيف الثامنة هي فيها وجهة نظر أنه يكونوا ثمانية، لأنه في ناس عندهم هالة ذهبية هي النورانية اللي قليل منها اللي كتير بتعلقوا بالدين أو بالله، عموما مو بالدين بالله، لأنه في هو في فرق هلا بنحكي فيه. عموما نحن السبع الوان هي الوان الطيف موجوده بجسمنا، وفي جهاز روسي بيصور لك اياها. هي تشاكرات، كلمه سنسكريتيه هنديه يعني مراوح. احنا يعني فينا سبع مراوح، سبع الوان، كل نوع بيتحكم بشيء فينا بجسم الانسان. نعددهم. اللون بنبلش بشاكره التاج اللي هي البنفسجي، هي علاقتك مع ربك. عندنا الكحلي هي علم الفراسه، يكون عندك حدث او فراسه. عندك شاكره الحنجره هي الازرق النطق اللي هلا عم يعالجوا فيه بالصين، اللي عندهم اطفال سوء نطق بيحطوا لهم فلور ازرق. عندك بعدين الاخضر اللي هو تعاملك مع العالم. عندك بعدين الاصفر اللي هو تعاملك مع الحبيب. عندك بعدين الاورانج هو جاذبك وجمالك، اهتمامك بحالك. وعندك الاحمر هو ارتباطك بالارض او بشيء مقدس، الام او الارض، او هدول السبع شاكرات. ومثل ما قلتي الثامنه مشان يعني قليل لحدا بيعرفها، هي الذهبيه، هي الوصول للنورانيه، بيقولوا منور. هذا كثير بيكون قلبه طيب وتقيله منور مثل أريج هيك دائما منور. ميرسي لك راني. يعني نحن بما انه بكره عيد الفصح المبارك، يعني اليوم قديش الواننا عيد الفصح، من رموز العيد، من بيض العيد الملون يلي بيعطي طاقه وقت تفوت على بيت وتتفرج ويكون في زينه، من صيصان، من الوان للبيض يلي بيتميز فيها العيد، قديش هيك بتعطينا طاقه واريحيه وبنحس حالنا مرتاحين كثير. هلا رح نحكي شوي على رمز البيضة هي نفسها بحد ذاتها، يمكن قليل الناس بتعرفها. هي قصة بسيد المسيح لما انصلب، اجت مريم المجدلية لعند قيصر تيباريوس مع بيضة وعليها لون احمر. قالت له هي البيضة اللي عليها لون احمر، الاحمر هو دم السيد المسيح اللي انصلب. انما همير من الجسد، يعني هو راح من الجسد هذا الدم، اما الجوهر النوراني والرباني ضل موجود. يعني لسه في حياه بقلبه. انتوا قتلتوه بس لسه هو في موجود حي. هي البيضه هي نفسها، انت بتلونيها بكذا لون انت بتحبي، يعني هذا الالوان فيك تلونيه انت بكذا لون. هلا هو الاعتقاد الاقوى يكون لون احمر هو دم السيد المسيح، تمام. واللون اللي بعده الاخضر، تمام، هو الحياه، حياه النبات. انت بتلاقي فصل الخريف بتلاقي النبات صار اصفر، امتى بيرجع بحيوه تصير اخضر، تلاقي اخضر يعني شو رجع عاش مره ثانيه. او الاصفر اللي هو نار جديد، يعني انا بحب اذا يكون ثلاث الوان. هلا انت فيك تعطي الطفل هو يلون اللون اللي بده اياه، ونحن تصوري من هذا اللون فينا نحلل له شخصيته حتى. يعني رانيا عموما بنشوف حاليا بزينه بيض العيد صار في كمان شوي ستايل موضه، يعني انه ناس مثلا بتلاقي بتزين بالوان صح. مختلفه بعيدا عن اللي هي اصليه، خلينا نقول الرموز الاصليه. اذا حكينا عن اللون الاخضر وارتباط اصلا عيد الفصح كمان بالربيع والخصوبه صح. والولاده من جديد، قد ايه كمان يمكن اذا دخلنا بهالتفاصيل بنعرف قد ايه حتى هذا العيد فيه طاقه للانسان جدا كثير. يعني تصوري هذا العيد بلش مو بس من ايام الفراعنه، شم النسيم بيعتبروه بمصر، ايام الفراعنه هو كان شم النسيم. هو الخصوبه، يعني بتلاقي انه في خصوبه دائما. يوم الصبح سلمى كانت عم تحكي لي عن هالعيد ايام الفراعنه. تصوري هذا الوقت اقوى وقت للطاقه لجسم الانسان، اول شيء بالايمان. يعني نحن هلا تلاقي البلد فيها حياه، يعني وقت انت بتروح على الكنيسه بتصلي، بتروح على الجامع بتصلي، وبتروحي تلاقي في حياه، في شيء عم يشع. ثاني شيء الخصوبة، يعني فترة الشجر وقتها بيطلع طاقة الإنسان بيتعامل معها. يعني في ناس تكره فصل الشتاء، في ناس تكره فصل الصيف، بس ما حدا بيكره فصل الربيع، لأنه هو فيك الصبح بتشوبي بالليل في نسمة باردة. يعني قليل من العالم اللي أنا بشوفهم بحياتي عموما أو التحليل النفسي أنه تكره فصل الربيع،
تلاقي لا معظم العالم في شو بدنا برد مثلا بيحبوا الشتاء وفي ناس تحب الصيف كتير بس الربيع عموما بالتحليل النفسي قليل كتير للناس حتى طبيعة جسم الإنسان للشاكرات لتعباية شاكراتك أنت كنتي بفترة شتاء ما في شمس نحن نعبي شاكراتنا عن طريق الشمس يعني نحن الشمس هي لون أبيض عموما هي لونها أبيض مو أصفر وقت بتنزل على الغلاف الجوي بتتحول ألوان قزقزحلي نحن نعبيها بشاكراتنا مثل ما كان سلمى عم تحكي قبل شوي يعني وقت يكون في تشاركية الأطفال مع ست البيت بتزيين ألوان العيد وبيض العيد وفرد الصفرة اللي ممكن نحط فيها زينة اليوم كمان قديش مشاركة الطفل بقلب الأسرة ممكن كمان يعطي طاقة إيجابية للبيت جدا أنا دائما بقول لهم الطفل 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 جيل الأطفال اللي عم يطلع هلأ اهتمامنا بالأطفال وجيل الأطفال الطفل وقت بيساعد بمواضيع البيت والأعياد بتلوين البيض أو بكعك العيد كمان بكعك العيد عموما رموز بتعطي طاقة للطفل طاقة فظيعة يعني نحن عم نربي جيل وقت أنت تربي جيل على السلام يعني أنا عم بعطي هلأ كرمة السلام السلام لكم يعني أنت وقت تربي جيل على السلام رح ينبت عنده بذرة سلام بس المشاركة حتى الكشافة وبتنزلي هلا بتطلع الكنائس بتشوفي الكشافة وبتشوفي شلون مجتمعين مع بعض وشلون عم يغنوا مع بعض وشلون أقوى طاقة بالعالم هي طاقة الجماعة بيقولوا دائما طاقة الجماعة هي بتوحد بتصير عندك أقوى طاقة بالعالم أنا مشان هيك هلا نحن ملتفتين هلا الموضوع هذا موضوع الطفل والاهتمام باللون للطفل ويعرف شو هي الطاقة يعني أنت أول ما بتعرف على طفل قد ما كان عمره بيقول له شو حلمك تصوري عشان من حلمه بتعرفي شو طاقته يعني راني عم نشوف مع بعض مجموعة من الصور عن البيض العيد والألوان المستخدمة فيه طبعا يعني هلأ تحليل شخصية تصوري من هدول الألوان فيك تحليل شخصية الطفل يعني أو الرسمة اللي خلينا راسمها. نحكي عن الألوان المستخدمة وكيف أنت بتقدر تربط بين هاي الألوان وشخصية هلأ بتلاحظي أنت معظم الألوان هي بترتبط بألوان قزقزح يعني ألوان رئيسية ما بتلاقي مثلا بيضة سوداء أو رمادي إذا بتلاحظي هلأ ألوان مفرحة ألوان الطاقة الفيروزي والموف والزهر الألوان معظم الألوان المستخدمة ما فيها ألوان معتمة يعني ما في قليلة تلاقي كحلي قليلة تلاقي رمادي قليلة تلاقي أسود إيه بتلاقي ألوان أو قليلة تلاقي بني حتى بيضة بني كتير قليلة تلاقي حدا يرسم بيضة بني لاحظي الألوان الفيروزي مع الزهر الأخضر مع الأصفر يعني تناسق الألوان بالبيض هو له معاني كتير للطفل بس هي الأصل هي اللون الأحمر اللي هو دم السيد المسيح الأصل يعني هالعيد له روحانية جداً. مميزة خاصة بأسبوع آلام السيد المسيح وصولا لفرح القيامة وعيد الفصح صح. اليوم عم كل عائلة أكيد هي عم تحيي هالطقوس قديش فيها تعزز الطاقة الإيجابية عندها خاصة نحن يمكن عم نذكر هلأ موضوع أنه في كل بيت ممكن يكون عامل زينة العيد من دون ما يدرى هو أنه صح. في طاقة مزبوط. عم توصله كيف صح. نقدر نسلط الضوء أكثر على هالموضوع خلينا العالم يعرفوا انه في طاقه موجوده كتير حلوه ببيتكم لازم تعززوها اكثر الدعاء بهالوقت هذا الدعاء اقوى طاقه الدعاء وتشعيل الشمعة وتشعل الشمعة بالبيت شمعة بيضاء والدعاء هي اقوى طاقه لافراد الاسره كلها ليش شو معنات انه نحن نشعل شمعة لا فكره انه نشعل شمعة الشمعة هن بيعتبروه هي المؤمن نحن وقت عم نشعل شمعة هي المؤمن اللي بيضوي غيره بيضحي من اجل يعني بيضحي بجسمه هلا الشمعة بتضحي بجسمها مشان تنور لك صح انت اذا شعلتيها بالليل ثاني يوم رح تلاقيها خالصه هي ضحت عشان انت تشوفي نور مثال المؤمن انت وقت عم تشعلي شمعة بالكنيسه ولا بالبيت مثال السيد المسيح اللي ضحى البشريه هذا الشيء كثير حلو بس لازم تقويه يعني انا لازم وقت اشعل شمعة امن دائما بأي شيء أنا بقول آمن الإيمان 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 والطاقة إنه وتعلم ابني أنه يآمن بأي شيء آمن بالحجر بينطق صدقيني بينطق هذا الشيء يعني أنا ما عم أقول لكم شيء تجارب عم أقول لكم شيء عملي صار أحداث عملية حتى قالوا لي ناس يا راني عم تحكي أنت بالطاقة أعطينا دليل طيب بدك قول السيد المسيح اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتحوا لكم طب شو في أقوى من هيك دليل ديانة المسيحية ديانة الإسلامية أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما يشاء بالإسلام الإمام علي 10 مبشرين بالجنة كل متوقع آت فتوقع ما شئت في أكثر من هيك أدلة ما بعرف يعني يمكن التفكر بالمعنى الحقيقي للإيمان بيعطي راحة للإنسان كتير. خلينا نحكي عن ربط هاي الراحة يعني في أشخاص كتير بيقولوا لك أنه ممكن لما الواحد بينصاب بمشكلة بيبعد
بيبعد عن إيمانه وبيضل إيمانه. هو بالعكس لازم يصير. وهو العكس لازم يصير. صح. قدين إحنا بنقدر نستثمر هاي الطاقة الروحانية الداخلية اللي جواتنا لحتى نرتاح بحياتنا؟ الروح والثقة. هلأ في فرق بين إيمان والثقة. في فرق كتير بين إيمان والثقة. بين ما تآمني فكرتي وتثقي فكرتي. شوفي. لأن إحنا بنولد مآمنين. يعني في فرق أنت مآمنة بحكي راني وبين تثقي بحكي راني. أنا بدي إياكي تآمني وتثقي. واتصلي الإيمان والثقة وقتها كل شيء بفتح لك، كل شيء بتكسر أمورك. يعني مثلاً أنا أو من فطرتي مثلاً مآمن أنه في هاي المقولة صح، بس لازم أثق. هي قانون السكرت، حتى بقانون السكرت قانون الجذب، الإيمان والثقة. وقت بتآمني وتثقي وتسعي. يعني أنا ما بقول لك آمن وساق وعود بالبيت أنه بيجوا على أنه طيب أوكي آمنت وسقت لحديش. لا، بدك تآمن وتثق وتسعى. وقتها 100% مو 99% رح يكون اللي ببالك من سلام الروح. شوفي في ناس تطلب الرزقة، يعني في كتير عالم بقابلها، شو حابب يا رب هيك مليون مليونين 3 ملايين ليرة 4 ملايين يا رب. في الرزقة مو مال، بس صدقني مو مال. يمكن يجيك 100 مليون ليرة 100 مليون بس ما بتحسن تاكل سندوتشات فلافل، أو بتخاف تنخطف، أو بتخاف يصير لك شيء، أو بتخاف يكون معك مثلا 100 مرافق أنت مالك مرتاح. هي الروح، هي سلام روح. صدقيني هي الرزقة، هي الرزقة. بيبعد عنك حادث سيارة، يبعد عنك حدا ينصاب من عيلتك. الرزقة ما لها رزقة مال. العالم عم تفهم أنه بس أعطيني مال وتركني. هي أكبر غلط بالعالم. وقت تطلبي من الدعاء تطلبي الرزقة، والله بيختار لك الرزقة الصح لإلك. هذا اللي نحن هلأ عم نحكي فيه بالطاقة. راني إذا بدنا ننتقل شوي إلى من وحي الواقع يمكن اللي عم نمر فيه والأزمة اللي عم تمر فيها بلدنا، يمكن كتير من العيال السورية اليوم محزونة وعم تستقبل هالعيد بحزن، ما عم تحسها بفرح. صح. القيامة قديش نحن بنقدر ندخل لهالفرح وندخله لجوات قلوب كتير من العيال لحتى تستقبل هالعيد يعني بطاقة حلوة؟ يعني طوبى لمن آمن ولم يرى قول سيد المسيح وقت القيامة. أنا برأيي ما في حدا عنده إيمان بالله أو برسوله أو بدينه بيكون متشائم. أنا هذا رأيي بالطاقة. ما في حدا عنده إيمان بيشين قال بيكون متشائم. وقتها بيكون في عدم ثقة أو متزعزع شوي ثقة. لازم يراجع حاله دائما. الروح وقت بتآمن بخالقها ما عاد في شك. شو ما صار معك هو خير. وقت بتعتبري شو ما صار معك هو خير. يعني مثلا نزلتي لقيتي سيارتك مبنشرة فرضا وعصبتي وضايقتي، يمكن الله بنشر لك اياها عشان ما تنصابي بشي تاني. وقف لك، هو وقف. عرفتي شو نحن الله وقفت السيارة. اذا بتآمني انه كله خير. شو بنشرتي شو لان عم تطلع كأنه عم تتذكر حادثة. ونحن وقت بنآمن انه كل شيء بيصير بالحياة هو خير لإلنا، صدقيني 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 ما بتلاقي حزن. صدقيني اكيد. يعني نتمنى دائما طاقتك هذا الحكي يكون وصل ان شاء الله معد البرنامج. هو من المعد بنشرت السياره ما عم بيقول كثير بيصير ان شاء الله دائما الله بيرد عن خير خير خير, خير. هي كارما خير، كارما خير. انه انا شو ما صار معي هو خير خير اكيد خير اكيد. يعني كمان ونحن عم نحكي عن الطاقه ما فينا ما نذكر انه بشكل عام انت ممكن تمر باليوم باشخاص بيصنفوهم او بيحكوا عنهم هن سرائين الطاقه او حرامية الطاقه. كيف ممكن الشخص يتعامل معهم؟ يعني مو بس حتى بالمناسبات، بالحياه اليوميه على حسب الشخص. هذا بده حلقه كامله على مصاصي الطاقه، لانه تقريبا من اشخاص بيجوكي بالحياه. اول شيء اذا معنا وقت رح نحكي فيهم. متشائم، شو اخبارك؟ لك هو حل عني. طب شو اخبارك؟ والله شايف الوضع. شو اخباري؟ هلا انت عندك حلين، يا بتمشي معه تمام يا بتبعد عنه، يا بتقيله خلاص اوكي بتحمل حالك وبتمشي. هلا اذا مشيتي اوكي والله شايف الوضع، لك ما كنا نخلص معك خلاص. حذري شو طاقته انتقلت لك طاقه سلبيه. يعني انت كان عندك شويه سلبيه تخزنت تمام. هلا انا شو بعمل معه؟ باقي هيك سلام، بحمل حالي وبمشي، ولا بحكي معه ولا بتناقش معه ولا بحاول اقنعه انه ما في شيء بالبلد. ما بحاول. ليش لروح طاقتي على شيء رح ينكب؟ ما ولا بحاول. حتى انا بيجيني عالم مثلا ومثلا ما بيأمنوا بالطاقه، راني احنا ما بنعمل خلص اوكي لا تمام. انا مالي يعني انا من العالم اللي مالي يعني
مختص انه اجي اقنعك الا اذا انت حابب النقاش. في ناس انا اخي شو عم تحكي طاقه كذا، طيب اوكي ما في طاقه، بس لانه انت ما علموك اياها. هي في طاقه 5000 سنه من ايام الفراعنه، بس لانه ما علموك اياها هون. يعني انا تصوري دارس مثلا رياضيات مثلا بالصين، وهون ما كان عندنا علم رياضيات، واجيت قلت لكم في علم رياضيات، انا 1 زائد 1 زاويه 2، تقول لي يعني شو هي رياضيات وشو هي 1 شو هي 2، بس لانه ما تعلمناها، علم ما بنعرفه، مشان هيك نحن نقول شو هذا، شو عم تحكي انت، بس هو موجود. هي اول صرف المتشائم. ثاني واحد المتطفل، المتطفل بحال حياتك هذا الشخص، انه شو اخبارك شو الوضع كذا خبريني كذا، بحب يطقك عين يعني انه ايه كثر ما بيحكي كل يوم شو صار معك انت وياه، شو بالاخبار البيت، ما شو اخبار المازوت، في عم تلاقي بانزي هيك تلاقي كثير متطفل بحياتك. هذا شوفي مو متشائم، هذا متطفل، هذا ما بيقول لك ما في بنزين، عرفتي شو؟ هذا ما بيقول لك لقيتي بنزين شيء كازية ايه انه عرفتي شو بيعطيك وبيمشي، هي حلاوته. هي كثير في منهم هدول، فهمت؟ كثير كثير في منهم اللي بتخافي منه. الشخص الثالث يعني رب عملك بالاسره بيسحب طاقتك، انسان تلاقيه يسحب طاقتك السلبيه، الخوف بيسحب كثير الطاقه. اللي تلاقيه اللي دائما بيطرقك بالعين، بتحسي انه هذا حسود، الحقد والحسد، وانت ببين معك هذا الشيء، انه امراه انه بعرف انه انت طالع تحكي عليكي، انت بتعرفي هذا الشيء انه انت وطالع رح تحكي عليك. هدول الصفات انا برايي ما عندهم سلام روحي، ونحن رح نرجع نحكي وبنقول عن الروح، الروح والروح والروح. وقت بتصافي روحك وبتامن بروحك وبتحكي مع روحك وبتعطيها سلام لروحك، صدقيني ما بتنضري لا بالمتشائم ولا بالمصاصي الطاقه، بالعكس تكون طاقتك معبايه فل 100% ومالك مضطره، يعني مالك مضطره انت تقولي لحدا انه لا لا تشائم، ولا هو لحاله بيشوفك انت واقفه لحالك خلص، وما تخافي من العين، اي انه يطرقك بالعين انه انت كثير مبسوطه كل يوم عم تضحكي، ابدا ما تخافي. اللي بخاف العين بينطرق لانه هي كارما. نفس الشيء ايمان، رجعنا موضوع الايمان، هي ايمان، انا خايف من عينك خلص انطرقت، هي انا امنت، معناه يمكن مو انت يمكن ما بتصيبي بالعين، بس انا خايف تعزز مثل مثل قرايه الفنجان القهوه، بيقولوا لك فنجان قهوه يعني كثير من انواع ممكن الاشخاص يلي ممكن ياثروا على طاقتنا، وكثير مواضيع رح نتوسع فيها اكثر. راني شكرا على هالطاقه الايجابيه اللي منحت اياها بهالصباح، واكيد نتمنى دائما يكون في طاقه حلوه عند كل يلي عم يتابعنا ويستفيدوا من موضوعنا. مزبوط، حتى بالاسماء اللي نحن اليوم سبت النور، يعني انا بلشت فيها انه سبت النور، ما في احلى يمكن من هيك تسميه. والسلام لكم، هي اللي عم اقولها هلا عم بنشر انا، انه دائما يكون في كارمة سلام ان شاء الله بسوريا، ان شاء الله يعم السلام والفرح والاحلى طاقه هلا اكيد. شكرا كثير لك راني، شكرا للطاقه الايجابيه.